رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء وادي 3 مليون نخلة بمحافظة حضرموت وانتشار الأمية في أوساطهم، إلا إن هذا لم يقلل من حرصهم على أن ينال أطفالهم حقهم في التعليم، وإن كان تعليم اليوم لم يعد كتعليم الأمس كما يقول البعض. لكن هذا الحرص يواجه اليوم تحديات كبيرة، ففي عزلة الصدارة التابعة لمديرية حجر والتي تبعد عن مركزها الإداري مسيرة الساعة بالسيارة عبر طريق وعرة وغير ممهدة، تجد أن غالبية الأهالي قد دفعوا بأبنائهم صوب المدرسة التي تفتقد لأي من مقومات ما يمكن تسميتها بالمدرسة، فلا تواجد لكادر تعليمي كافي ومؤهل، ولا فصول مهيئة، ولا مقاعد يجلس عليها الطلاب الذين يفترشون الأرض، ولا حتى الكتاب المدرسي بعد أن أصبح كل 4 طلاب يتقاسمون الكتاب الواحد. عندنا نقص في الأثاث المدرسي بالنسبة للميز والكرسي للطالب، فأكثر من 7 شعب بما فيها إناث وذكور مفترشين الأرض ويجلسون على أشياء بسيطة مثل الكراتين يجمعونها من عندهم من بيوتهم أو سفر بسيطة كذلك للجلوس عليها. ورغم هذه المصاعب والتحديات إلا أن هذا لم يمنع عملية استمرار التعليم، افتتاح ثانوية للبنات هي الثانية من نوعها في المديرية التي يزيد سكانها عن 50,000 نسمة، بهدف عدم حرمان الفتاة الريفية من حقها في مواصلة التعليم ولو إلى المرحلة الثانوية، وذلك أضعف الإيمان. لكن هذه الخطوة لا تزال هي الأخرى مهددة، فالطالبات يفتقدن لوجود كادر تعليمي نسائي، ما يزيد من صعوبة فرص الاستمرارية بالنسبة لفتاة الريفية. نحن من مدرسة الفاروق والصدارة لدينا صعوبات في التعليم، مما أدى إلى أننا نتكاسل عن التعليم ونتخاذل. في هذا المبنى القديم والمتهالك والمهدد بالانهيار في أي لحظة يجلس هؤلاء الطلاب على هذه الأرض لتلقي الدروس والمعارف في مسيرتهم صوب المستقبل. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مديرية حجر.